وقعت الحكومتان العراقية والصينية في بكين مساء اليوم 8 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بحضور وإشراف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس الدولة الصيني لي كيتشانغ في ختام جولة المباحثات الموسعة بين الوفدين الرسميين العراقي والصيني. وقال عبد المهدي إن العلاقات العراقية الصينية تمر بأفضل حالاتها ونتطلع إلى تقدمها مستقبلا، ودخلنا مرحلة جديدة وهي تقديم الخدمات والإعمار ومحاربة الفساد والبيروقراطية بعد الانتصار على داعش والتضحيات الجسيمة التي قدمها الشعب العراقي. من جهته قال رئيس مجلس الدولة الصيني أن علاقات البلدين عميقة وتعود إلى أكثر من 60 عاما ولها مزايا كثيرة، وتعاوننا المتواصل سيحقق مصالحنا المشتركة ويوفر فرصا كبيرة لإعمار العراق، مشيدا بالدور الذي يؤديه العراق في المنطقة وبعد شبح الحرب عنها، وتأكيد أهمية اعتماد لغة الحوار والحلول السلمية.